الجميع يمدح بإدارة نادي الكهرباء، مو لأن نعيم صدام موجود، ليش ما تبنون ملعب كابتن نعيم؟ تقعدون ويا الوزارة، يوم أنتم يمكن بس أنتم النادي الوحيد التابع للوزارة، ماكو غيركم أندية. ليش ما تقعدون ويا الوزير وتقولوا له بريد نسوي ملعب من خلاله نستثمر والفلوس إنه وإليك من خلال راح ينحسب لي وزير الفلاني للكهرباء، راح ينحسب لي علي الأسدي ونعيم صدام ومن معاهم بالإدارة راح يكون ملعب. ليش ما تعمل اليوم انتم عندكم فئات عمرية، انتم فريقكم ما حد يطلبكم وما عليكم ديون و و و مش راح يكلفكم. استاذ نبيل احنا سعينا حقيقة، بالبداية كانت معاناتنا اكبر مما الان عليه، بالبداية كان حتى ملعب للتدريب ما كان عندنا. صح. يعني قدرنا انه من خلال الخطوات اللي اتخذوها حقيقة استاذ حاج علي الاسدي واخواني بالادارة كلهم، سعينا انه نوفر ملعب حدود الامكانيات. اكيد بدعم الوزاره، وزاره الكهرباء كان لها موقف بهذا الاتجاه نوعا ما ساعدتنا في هذا الموضوع، لكن تقول لي انه ممكن الخطوات المستقبليه انه راح نفاتح الوزاره فلوس عندها الكهرباء، لا مو نادي الكهرباء، الوزاره عندها فلوس عندها وكلها قادره انه تسوي من اروع المنشات صح العالم. اكيد ينحسب لها، يعني والله لو انا وزير لفلان مؤسسه بالذات كرياضه اليوم اذا اريد الناس تحبني اخدم بالرياضه، هي الواجهه الرياضة اللي ممكن الواجهه المشرقه نقول للرياضه ممكن من خلالها حتى تبرز عمل وزاره الكهرباء. صح. اي وزاره ممكن من خلالها من خلال الرياضه وكره القدم ممكن تبرز الوجه المشرق للوزاره نفسها. بس تعرف في بعض الاحيان هاي المشاكل الاداريه اللي مساله الارض، مساله انه النادي منظمات مجتمع مدني تابع للاولمبيا الان في قانون 18، كثير من التفاصيل الاداريه اللي تحيل انه دائما انه تعرقل هذه التفاصيل، لكن اكيد كاداره كهرباء ساعين لانه نطور ملعبنا الان اللي يمكن طموحكم. طموحنا كبير طبعا، اكيد احنا طموحنا ما راح يوقف. تمام. لكن الان احنا عندنا ملعب اللي هو في الامين، الان ساعين لانه نوسع ملعب ثاني اللي هو ملعب الثيل الصناعي ان شاء الله انه ويمنا مختص يعرف بالثيل، اكيد هو بالطلاع استاذ حسن يمكن حتى انا بتواصل معه بكثير من التفاصيل اللي ممكن هي نقول تقلل القيمه الماليه. تعملون ثيل صناعي صناعي ولا ثيل طبيعي؟ لا عندنا ثيل طبيعي ملعبنا الرئيسي. أها. راح ايضا نسوي ثيل صناعي 11 ب 11 ملعب رسمي ثيل صناعي، حتى ممكن نكون كل الفئات العمريه.